إذن عن الواردات المتحصلة من صادرات النفط في العراق والهدر المالي من قبل الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني من منظور الاقتصادي، ماذا يعني أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن أن العراق تجاوز السعودية في موضوع صادراته النفطية إلى الولايات المتحدة؟ ماذا يعني ذلك دكتور سناء؟ اولا شكرا جزيلا على إتاحة المجال للكلام عن هذا الموضوع، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير لكم ولمشاهدين قناتكم الفضائيه الموقره. حياك الله دكتور. طبعا العراق بالنسبه لامريكا مساله مهمه، خصوصا الان في الوقت الحاضر، طالما هو زاد انتاج العراق اكثر من اللازم، اكثر من 3 مليون برميل يوميا، حتى 3.2 بالعشره. وكذلك بسبب كذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على تصدير النفط والغاز إلى أوروبا، لذلك بدأت أمريكا ترسل النفط والغاز إلى أوروبا. طيب، هاي مسألة مهمة. لذلك طبعا العراق يحتل الآن الصدارة. زائدا العلاقات السعودية الأمريكية الآن ليس بهذا المستوى الجيد. طيب، الآن العراق صعد يعني فوق مستوى السعودية، قصد من حيث قربه الى امريكا من حيث علاقاته بالولايات المتحده الامريكيه واعتماد الولايات المتحده الامريكيه على العراق في هذا الموضوع بالذات. نعم. دكتور، التقارير النفطيه تشير الى ان متحصلات العراق من صادرات النفط تجاوزت 10 مليارات دولار في شهر واحد، شهر نيسان فقط، مع الزيادة التي تشهدها أسعار النفط هنا في هذا الإطار، كيف برأيكم ستقيم الحكومة سعر البرميل في الموازنة المنتظرة؟ طبعا شوية معلومات أنه بخصوص موازنة سنة 2021 كان المفروض 45 دولار حسب الموازنة. طيب، بعدين ارتفع إلى من 52 إلى 55، الآن كذلك يقيم إلى 78. هذا اساس اعتبار هذا الدولار، في حين طبعا السعر البرميل الواحد الان اليوم اخر احصائيات 106 دولار، هذا خام برنت. طيب، معناته العراق راح سوف يحصل على واردات نفط وعلى مداخيل نفط اعلى حتى من الرقم 10، قد يكون وصل 11. هنا المساله واضحه. طيب، طيب لمن تستثمر هذه الاموال الطائله؟ المفروض ان تستثمر لحل الازمه الاقتصاديه بالعراق. طيب، تنميه القطاعات الاقتصاديه الزراعيه والصناعيه، وهناك عندنا مشكله مهمه، والان بسبب اهميتها وهي التصحر، واحنا الان على علم الطوابع الرمليه والرياح الرمليه وانسداد المدن والى اخره. شايف كيف العراق يحتاج الى اكثر من 10 مليار شجر. طيب لماذا لو نستثمر جزء من هذه الواردات النفطيه للقضاء على التصحر؟ دكتور، احنا ما يسمى فلسفه الحزام الاخضر. نعم، التي بدات من عام 1960 لحد الان لم تنفذ، وحتى في السبعينات كان هناك انه قرار انه على اي واحد يبني بيت جديد يجب ان يزرع اشجار، سواء كان نخيل او اشجار اخرى مثمره او غير مثمره، من اجل تلطيف الجو. طيب، تفضل. نعم دكتور، أنتم ذكرتم في عام 2021 كان سعر برميل النفط 45 دولار، وبعدها قفز إلى 55 دولار للبرميل الواحد، وبعدها إلى 78 دولار للبرميل الواحد. في هذا الإطار ومن ناحية اقتصادية، من منظور اقتصادي بحت، هل من الممكن أن يخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار؟ شوف، هو المفروض هكذا. لماذا؟ لأن احنا عندما بإمكاننا أن نقوي الدينار العراقي من حيث انه شنو؟ ضخ عمله صعبه وضخ ذهب. طيب، حتى بامكاننا ان نرفع مستوى الدينار العراقي. يعني لو نرجع مره ثانيه، عندما كان وضع العراق جيد بالسبعينات كان سعر الدينار العراقي 3 بالعشره، 3 و4 بالعشره، حتى صار اكثر من الدينار الكويتي في سبعينات القرن الماضي، 77 78 كيف 76 77، انا ذكر جيدا. طيب الان احنا بامكاننا كذلك أنه نرفع قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة وبالأخص الدولار. بإمكاننا طبعا، هو عملية تغطية، بس طبعا لازم يقابلها إلى إلى جانب ذلك أنه تنمية القطاع الاقتصادي الوطني، هاي مسألة مهمة جدا،
والتكتيك كيف ترفع مستوى الاقتصاد؟ لازم تعمل تنمية اقتصادية عميقة، شايف كيف تأثر على رفع مستوى الدخل عند المواطن العراقي ورفع مستوى المعيشة عند المواطن العراقي. انت لا تنسى الآن عند مشكلة عندنا بحدود العراقي، يعني بالميزانية الدولة 4 ملايين، شايف كيف؟ و685 مليون هذول موظفين غير مسجلين، يعني فوق الرواتب، يعني ما يسمى احنا فضائيين نعتبرهم. نعم. فالمشكلة هاي كبيرة هذه. يعني طيب. عندك قطاعات اقتصادية لم تقدم شيئا، يعني الانتاجية احنا نسميها بالاقتصاد، الانتاجية صفر، لا نعم. تقدم شيئا، بس تستلم راتب. هاي محسوبة علينا، محسوبة على الموازنة التجريبية. طيب دكتور، هذه المليارات الزائدة المتدفقة إلى العراق، هل من الممكن أن تقضي على البطالة، خاصة أن العراق لديه حسب الإحصائيات المتوفرة أن العراق يعاني من 40% بطالة؟ هل تعتقد أن هذه الأموال الفائضة ستقضي على البطالة خلال سنوات مقبلة؟ ممكن جدا أن تقضي على البطالة، لأن كثير من المشاريع الاقتصادية ملكئة، أخذ الجنوب العراق، أخذ الناصرية، كثير من المشاريع مصروف عليها 130 مليار دينار لكنه لم تنفذ. يعني شو المسألة؟ نرجع مرة ثانية، مسألة الفساد. هاي مسألة يعني كبيرة جدا في الاقتصاد العراقي، ومسألة البطالة المقنعة. يعني احنا العراق لو تمكن من القضاء على البطالة المقنعة وعلى الفساد لا عاش العراق في بحبوحة، وتقدمنا في مستوى جيد. من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.